بهالبيت ولا قيم مطرحها. وين خاف يا المنجل يا وهيبة؟ وين خافيتي؟ يا فتاح يا عليم، حاج صرخ من عند عبكرة. هلق بترك القهوة من ايدي وفل. ما خزت القهوة لسه؟ تعرفي ريحتها بتفرفح القلب. وين حط المنجل؟ المنجل ما بيمشي لوحده إذا كنت حاطه بمحله، إلا إذا حاطه بمحل تاني. شو يعني؟ أنا خرفت مضوع وما عم بعرف شو عم بعمل. ما خلصت قهوة؟ طول بالك لتروق شوي، بتضل عجولي وبصرتك محروقة. أنا ولا أنت اللي ما بتعرفي تشتغلي شغلي؟ طول عمرك هيك؟ وهي فورت القهوة ودلقتي نصة. فوراني القهوة خير ورزقة، يا أما جايينا خبر من طرف دولة. دائما هيك بتقولي، ولا شفنا لا خير ولا رزق ولا خبر من عند الاولاد. النحس ركبنا مو وقت ما بقينا لحالنا انا وانت بهالدار. تسكت ولا بحمل حالي وبمشي؟ ابو فارس ما في غيري يعتني فيك بكبرتك، خليك رايق مثل ما بعرفك. بدي قوم حش هالعشبات الزايده وركز السياجات وعفر تحت الشجرات. ما شاء الله حولك، ومنن لك هالهمة عغفلة؟ انت فيك حل الشغل، ارتاح ارتاح. ولا اسمك وقفت، روح عبي لي مي من البير، الخابية فضيت. هي احسن شغلة لك، خفيفة نظيفة. هيك عم تقولي؟ بسيطة، انا فرجيكي اذا ما عملت هالبستان هاد جنة، وهالدار الخربانة هي قصر. بدي رجع كل شيء مثل ما كان من 50 سنة. ما شاء الله حولك، وما بدك تتجوز كمان؟ حكم لساعتك شب بأول عمرك. روح، المنجل معلق ناحية الدالي، خده وروح اشتغل، خليني أعرف كمل شغلي بالبيت. هي قومي قومي.
مضبوط والله. امبارح حطيته بايدي هون، الظاهر بلش الضوء يعني. قال اتجوز قال. اخ هالوجع، والله ما عاد في حرك ايدي، حاسه ظهري رح ينكسر. الله يكون بعوني وعون هالرجال. مين بده يعتني بابو فارس اذا صار لي شي؟ الله يقويني لكون جنبه بقيه هالعمر. عوافي ابو العبد. الله يعافيك ابو فارس، كيفك اليوم؟ كيف اختي ام فارس؟ الشكوى الى الله. هل ام فارس ما عم تنيمني بالليل وهي عم تقني تتوجع؟ هالروماتيزم هلكها وهلكني معها. إيه الله يساعدها، مره كبيره قليله جرى عليها طول العمر، لو ظلت هالبنت بين ايديها كان سعادتها. مصير البنت بيتها وجوزها، صار عندها ثلاث اولاد ما عاد فاضية تجع الضيعة. الدنيا له يا أبو العبد. فارس وأخوه شباب يخذ العين، يعني لو اعتنوا بأرضهم واشتغلوا فيها مثل بقية الفلاحين مو أحسن لهم من الغربة؟ فارس ومرته عم يدرسوا بالخليج، مصيرهم يرجعوا لأرضهم ولبيتهم. وأخوه خالد شو أخذوا على الطبقة؟ ليعمل السد؟ يجي يقعد ببيت أهله ويشتغل بأرضه؟ الولد سند الكبير يا أبو فارس. لك مو علمتهم وتعبت عليهم انا لك؟ مشان يجوا يقعدوا بالبيت مثل النسوان؟ هاي نتيجة الدراسة وبالعلم، الاثنين تغربوا وكل واحد صار بديره. مشان هيك حاطت اولادك حولك وحواليك مثل الصيصان وما بتبعتهم يتعلموا. حرام عليك تظلمهم وتوقف في طريق مستقبلهم. ايه مو احسن ما يظلموني ويهملوا ارضهم واهلهم وما اشوفهم الا بالمناسبات؟ شو بدي احكي معك؟ شو بدي احكي معك؟ مالك حاسس بالدنيا ولا بالتطور اللي صاير فيها؟ جاهل واولادك بدهم يطلعوا مثلك. يا بيا شو هالكسل يا ابو فارس؟ نص طيفه ماي شو بدها تكفي؟ طولي بالك علي شوي، ليش عاد فيني احمل تنكة مليانة؟ كل شي خربان بهالبيت وانا بالجملة. البركة فيكي انت سندي يا وهيبة، مين الي غيرك اعتمد عليه بكبرتي؟ الله يطول عمرك ويجعل يوم يقابل يومك. لا لا تقولي، بزعل منك. ها والله اذا عملتيها يا وهيبة لموت دقيق وما بلحق لألحقك. اطمني، ما بدك تريحني حتى لو متت، بدك تضل لاحقني. ما بكفيني 50 سنة هلكتني فيهم. عم تحكي كلام من قلبك يا وهيبة؟ نسيتي ايامنا اللي قضيناها غرام بغرام؟ كنا شباب، كانت الدنيا مو نسعانتني من فرحتي لما اجيت وخطبتني من اهلي. بس شو الخواص، كبرنا. مين قال هالحكي؟ بس صدقي حبي لك كل ما لو عم يزيد، كل ما عم نكبر سنة، كل ما عم احس قديشك ضروري لي يا وهيبة. يا ام فارس الحبيبة الله يخلي لي اياكي ويطول بعمرك يا حق. شو صاير لك لسانك حاليا؟ ما في بالعادة تحكي معي هالحكي. اذا ما قلته بلساني ما بتقري بعيوني. انت كل شيء بالنسبة لي يا وهيبة، حبك لبيتنا ولارضنا نساني غربة اولادي يا ام فارس. الله يلهمهم ويمروا لعنا، لاني اشتقت لهم وخايفة موت قبل ما اشوفه. حاسة بحالي كثير تعبانة يا ابو فارس، شكوى لله ما عم نام بالليل. وحدي الله يا مرة الا يجوا ويشقوا علينا، معقول يكونوا نسيونا؟ انا اليوم لازم اروح الضيعة يجيب لك الحكيم يكشف عليك، بلكي بيعطيكي شغلة بيريحك من اوجاعك. الله لا يحرمني منك، بلا ما تنزل وتعذب حالك. خلص ما صفي من العمر اكثر ما مضى. اي بس بس
فوتي نامي، فوتي نامي وتسطحي. أنا لازم أنزل هلق. لا، كلك لقمة بالأول. اسلق لك بيض ولا سوي لك كشكل. لا ما في لزوم. شوية شاي وقطعة جبنة وشوية زيت وزعتر. من إيدك كل شيء طيب. أنا لازم أنزل أعبي لك شوية مي قبل ما تحمى علي الشمس. عليك يا خالي، بدي اياك تصير مثل اخوك فارس وارفع راسي فيك باخر عمري. مو تكرمي يا مو، رح يجي اليوم اللي تشوفي اسمي مكتوب فيه على كل مشاريع بلدنا وتفتخري فيه قدام الكل. المهندس خالد. الشهادات بدها الزكتاف يا خالد، مو حكي وتمني. والله اخوك قدها، ما شفت شلون اخذ علامات عاليه باول شهاده ورفع راسنا قدام الناس. بس يا بي، انا الي مراق بالعمار والتعهدات، وبكره بتشوفوا شو رح ساوي. والله من جد وجد، بس أنا حاسس إنك دايرة عونطة الكم يوم. لساته صغير، طولوا بالكم عليه. بكرة بس يصير قدك يا فارس رح يصير مهندس قد الدنيا. لحقولنا لقمة ناكلها ساف قلبنا. Thank you.
مع فاي خالي. الله يعافيك. تفضل. خير حكيم، طمني. بصراحة يا أبو فارس حالتها ما بتطمن، يعني السن له حقه. على كل الإبرة اللي أعطيتها إياها رح تريحها، والحبوب مثل ما وصيتك، حب الصباح وحب المساء. يعني في خطر عليها لازمها مستشفى. إذا في ضرورة بنزلها على البلد. خبر أولادها يجوا يعتنوا فيها. الأفضل إنك تخبرهم. والحبوب مثل ما وصيتك لأسبوع زمان، وبعد أسبوع أنا بجيب شقة عليها. يلا بخاطرك. ممنونك، كتر خيرك. هذا واجبي. أبو فارس أنت الثاني شد لي حيلك، يعني مو معقولة تروح لعندي على يادي مشي وأنت بهالسن. فوت ارتاح. مع السلامة. يا أبو فارس، أبو فارس تعا، ما بدك تنام؟ إيه إيه. بس لأربط المنبه، بكرة الساعة 7 الصبح بتاخدي كمان حبة. كل يوم ها، لا تنسي. إن شاء الله إذا الله أحيانا. أحدي الله يا مرعى. ما فيك شيء، الحكيم قال شوية تعب لازمك راحة، لازم تضلي قاعدة بالفرشة ليل ونهار. ما بحسن ضل بفرشتي ليل ونهار، مين بده يعتني فيك؟ مين بده يحضر لك قهوة الصبح؟ مين بده يطعميك؟ والله بتضيع بدوني. خذي عليكي، خليني اسطح شوي جنبك، ظهري كهر من هالنزلة على الضيعة. حدا بيعمل عملتك؟ كيف تنزل ماشي على الضيعة؟ كنت خذ الحمار وانزل عليه. وشلون بدي ارجع؟ ركبوا مع الحكيم على الموتور، ولا خليه يسبقني وانا الحق على الحمار. طيب اهدى اهدى، ما تحر حالك، مو محرزة مشان حمار تحر حالك. قوم نام مرتاح، قوم. شلون بدي نام؟ اخذي كل الفرشة. طيب طفي الضوء وانا بزحلق. كمان بدي قوم واقعد وطفي الضوء وخلي شاعل. طول عمرك قليل مروي يا رب. وهيبة، قومي يا وهيبة، صار وقت الحبة. وهيبة، ليش فايق بكير؟ ما سمعت شو قال الحكيم؟ لازمك راحة، القهوة ضرورية. يعني شو الحكي يا أبو فارس؟ من طول عمري بصحى بكير، شو جرى يا هالترى؟ ما سمعت صوت المنبه؟ صارت الساعة 7، صار وقت الحبة. تفضل ابلعيها قدامي لشوف. يلا فشيت قلبك؟ يعني شو فيها روح الأحياء؟ شلون بتقومي وبتهربي من جنبي على السي؟ ما فهمت شو قال الحكيم؟ لازم تضلي ممددة، بدك راحة. شو هالحكي يا أبو فارس؟ ليش أنا مرتك ولا مرت الحكيم؟ بعدين مين بده يسوي لك قهوتك الصبح؟ مين بده يجهز لك فطورك؟ في لك غيري يا ابو فارس؟ هلق بلا حكي على الفاضي، ما في لزوم لقومتك وحوصانك هون وهون طول النهار.
لازم ترتاحي. اقعد اشرب قهوتك خلصت. شايف هالنهار ما احلى يا عيني، رسمة عليلة بتشفي القلب بتشد البدن. حاسة حالي اليوم احسن بكتير، بس هالنغز اللي ناح قلبي ما عم تروح. هذا عكينا، لازم تضلني ممددة فرشتك. ريحي حالك، الله يخلي لي اياك يا ام فارس. الله يسوق قلولك، نفسي شوفهم قبل ما الله ياخذ امانته. شو الحكي يا فارس؟ وحدي الله. ان شاء الله بتشوفيهم وبتشوفي اولادهم بهالصيفيه الا ما يبركوا لعنا ونطمن عليهم. يا هنا مين يعيش؟ حاسه ايامي معدوده يا ابو فارس. ابو فارس لسه بتحبني مثل اول؟ ولا حبك فتر وختيار مثلك؟ شو الحكي يا ام فارس؟ الحب ما بيختير، صحيح بيكبر بس ما بيفتر مثل ما عم بتقولي. الحب مثل النار، بس يخمد لهيبها بتكون الصفوه مجللتها، بس جمرها موجود بقلب الرماد. اي والله صحيح، وهذا اللي حاسسته بقلبي، بس شي عم يلسعني هون مثل النار. يمكن هذا هو الحب اللي عم تحكي عنه. مشان هيك عم قلك لا تحري كتير مشان ما يشلطك. قومي قومي تبددي فرشتك وانا بخدمك. ما بدي قوم. بدك ياني التحش بالفرشة مشان ترجع تسرح وتمرح على كيفك؟ لا، هي طويلة عسنانك. بدي اياك على طول جنبي، شلون ما تحرك تشوفك قدام عيوني. ولا بدك ترجع مثل ايام زمان؟ ما تشوف رقص الدبكي بقول لها انت عراسها. ايام زمان كنت صياد، والله رزقني بغزالي ما ببدلها بصيد الدنيا كلها. يا حسرة، لو كان بيطلع بايدك تصيد من جديد ما كنت قصرت. بس يا ابو فارس باروت الصياد فضيت، ما بقي معه ولا فشل. الله يرحمه. سلم عمركم يا عزة حلال. الله يرحمه. سلم عمرك. سلم عمرك. الأمر إلك يا أبو فارس، لا تزعل، كلنا على هالطريق. كلنا لا، هن السابقون ونحن لاحقون. العوض بسلامتك يا أبو فارس. الله يسلمك، الله يسلمك. بس الأولاد شلون ما إجوا؟ شو ما وصلت للمكاتيب يعني؟ الله أعلم، يمكن مو فاضيين. بعدين يا جماعة الشغلة صارت على غفلة، يعني لو المرحومة بركت كانوا شافوها. إلا ما يجوا، إلا ما يجوا. لازم يجوا، لازم يواسوا أبوهم. هلأ بيستوحش هيك لحاله؟ ماله غيرها، الله يرحمها، كانت أنيسته وجليسته ليل نهار هو وياها. كيف بده ينساها ويعيش بلاها؟ ليش يا وهين؟ ليش مت قبلي؟ ليش؟ هي حال الدنيا يا ابو فارس، شد حالك، البركه باولادك. الله يبارك فيك. يلا بتسمحوا لي انا نازل على الضيعه،
ما بدك توصي يا ابو العبد، هذا جارك ما بينترك لحاله. ما بدك توصي يا مختار، نحن اهل وابو فارس منا وفينا. يلا السلام عليكم. سلامة راسك. الله يسلمك. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يصبر قلبك يا ابو فارس. ولك شرف شرف روح على البيت، بتكون اختك ام العبد عم تستنانا هي والولاد. تفضل. الله يرحمك يا ابو هيبة. الله يرد ولادك من غربتهم ليواسوك بوحدتك يا ابو فارس. شو هالنهار هاد كله هم؟ هالمسكين مو مصدق شو يلي صار. الله يساعده صفي وحداني. ماما خليه ينام عنا مو احسن؟ ايه والله احسن ما ينام لحاله بأوضة المرحومة. ميلي فارس تفضل اشرب القهوة. استموا ايديك، قهوتك كثير طيبة يا وهيبة. شو غنى ابو فارس؟ هي مخدومتك خيرية، وهيبة عطتك عمرها. الله يشفيها. هلق احسن. صارت احسن. لا لا لا، بسيطة بسيطة، كله خير. خير؟ كب القهوة خير. يا رجعت غايب يا رزقة. كله خير. صلي على النبي يا ابو فارس، صلي على النبي يلي بيجي من الله يا محلى. لك لك صب لك فنجان قهوه غيره عمي. لا بدي روح، صار وقت الحبه. بدنا ناكلنا لقمه سوا وبعدين بتروح. شو صاير عليك؟ ما بتروح قبل ما تاكل وبعدين النوم الليله عنا، ما بيصير تنام لحالك، ما بيجوز. عندي شغل كثير، بعدين صار وقت الحبة. الليلة بتنام عنا وبكرة الصباح ذبح. بنام على الطرف الثاني، هذاك الطرف أريح له، قريب على الحبة، بعدين مشان تطفي الضوء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم عبي مي، عنا مي، صار وقت الحبة. يلا يلا يلا، جاي جاي. لا تصرخي، مشان قلبك ما بيسوى. وهيبة وهيبة، يا وهيبة فيقتيني من نومي. جالس نومتك مالك مستريحة؟ ها
شايف القمر ما احلى ليله يا وهيبه. ما عم يجيني نوم. ما عم بقدر نام اكثر من ساعتين. ما عم بشبع نوم ولا اكل ولا شرب. ما عاد يحلى شي بعيني غيرك يا وهيبه. ليش؟ ليش؟ وهيبي؟ ليش قاعدة ساكتي يا وهيبي؟ ضايق خلقي لحالي. ليش ما عم تحكي معي؟ هذا خيالك يا وهيبة ولا أنت جاي تشوفيني شو عم بعمل؟ طمني ما عاد حلي شي بعيني. ما في حدا بالبيت غير أنا وأنت. الأولاد لسه ما إجوا. وهيبة قمت تنامي؟ نعستي؟ وأنا كمان نعست. بعدين أنا بدي نام جنبك يا وهيبة. لا إله إلا الله. سبحان الدايم على الدوام. مضى العمر مثل المنام. وهيبة كأنك لا حبلتي ولا ولدتي. كأنك ما كنتي. كأنه لا زرعنا ولا حصدنا. وينك هلا يا وهيبة؟ نيالك عقبال ما ارتاح انا كمان يا ام فارس يا حبيبه ابو فارس. منام كل شي مر علينا منام. أبو فارس خلصت القهوة. يا الله هي مرحة ما كان منام عم تعمل القهوة مثل كل يوم. Thank you.
يا ميت، أهلين وسهلين أبو فارس، شلونك؟ إن شاء الله صرت أحسن. الحمد لله. بدي أسألك هيك من على الباب مو عيب؟ تفضل تفضل. أبو العبد، يا أبو العبد، إجا لعنا أبو فارس، تعال شوفه. أهلين أهلين أبو فارس، أهلا وسهلا، أهلين وسهلين. تفضل تفضل، فوت تفضل. ما بدي فوت. بدي أسألك أبو فارس عندكم؟ لك شو ريحك يا رجل؟ مين ام فارس؟ وهيبه، هلا ما عاد تعرفها؟ وهيبه ماتت من شهر ونص ودفناها سوا، شو نسيت ولا عم تمزح؟ شلون عم تقول ماتت؟ البارحه كانت نايمه جنبي. راحت. يمكن اجت لعندكم. يا ما راحت لعند حدا من معرفها. او بجوز نزلت لعند الاولاد. بجوز نزلت لعند الاولاد. انا رايح. إذا إجت خلوها عندكم، إيه؟ أنا ما بطول، برجع. خاطركم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعونك ويصبرك. فضايل الله والنبي. يو شو تجي لعنا؟ جن الرجال يا أبو العبد. ما بيصير ينترك هيك، يقوم يعمل بحاله شي عمله. بدك دغري لازم يحجوا عليه ويعالجوا في مستشفى، يا اما كيف ما كان يجيبوا ولاده يشوفوا له صرته معه. الله يثبت علينا العقل والدين، مو حوينته يصير فيه هيك مشان مره. لك ايه فوتي فوتي، انت النسوان بجننوا اللي عمره ما جن. محمد محمد، مين مين؟ اهلين اهلين ابو فارس. يلا يلا نازلي نازلي لعندك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابو فارس، تفضل. لا ببدي، بدي اخذها وروح على البيت هلا قبل يجوا الاولاد. منو هاي؟ مين بدك تاخذ؟ وهيبه مرتي، نقرنا شوي، حفظت مني، يمكن اجت لعندك، هي بتحبك. هلا اختارك كل هالمشوار وهالك حالك من الصبح مشان وهيبه. الله يصبرك على عقلك يا ابو فارس. ما عرفتي مرتي يا ام محمد؟ وهيبه وهيبه ام فارس، هديك المره ما حردت عندك واجيت انا صالحتها واخذتها على البيت. انو هديك المره يا ابو فارس؟ القصه صار لها اكثر من 15 سنه. تعال تفضل يا ابو فارس، هلق بتقعد وبترتاح وبتشرب لك كاسه شاي وبتاكل لك لقمه. تفضل اقعد. وهلق بيجي ابو محمد وبتتفاهم انت وياه. اقعد اقعد. الله يعينك على عقلك يا ابو فارس. يعني وين بدها تكون؟ وين بدها تروح يا ابو فارس؟ بتكون طريقها مرقت على شي حدا وعملت لها زياره. طول بالك، هلق بتجي. لا يكن لك فكره. كانت ماشيه قدامي بالبستان، اختفت، ما بعرف كيف اختفت، ما يكون وقعت بالنهر. يا شلون بدها تقع بالنهر يا ابو فارس؟ شو هالحكي؟ الله يرحمها صلها شهر متوفيه. لا وهيبه ما ماتت، امبارحه كنت انا وياها، هي زعلانه مني، لكن وين بدها تروح الا ما لاقيه؟ لا انا مالي شعار، انا مرتاح هيك. وهيبه بتطبخ منيح، طبخه كثير طيب. صحيح، هلق بعمل لك كاسه شاي وبتاكل لك لقمه. شوف وشك يا ابو فارس كيف مصفر وصحتك متدهوره من كتر الدواره في البساتين. هلق بيجي ابو محمد وبيساعدك، لا يكن لك فكره. انا مرتاح، مرتاح منيح هيك، كثير منيح. انا بدي اطلع على السطح وقلب المربايات، هلق برجع لعندك ما بطول. نام اذا بدك ابو فارس، خذ راحتك. أنا مرتاح ونايم، كثير كثير مرتاح، كثير منيح هيك. الله الله يا أبو فارس، يا مسكين، ما لازم ينترك لحاله، بركة عمل بحاله شيء. لحرك هالمربايات. وليه على المربى وساعته، مش عامل حاله شي زلمه، ونبتلى فيه كمان. ابو فارس يا ابو فارس. وهيبة وهيبة، انت فين يا وهيبة؟ فين راحت؟ يمكن سقطني على البيت، لازم روح لحقها، حلق بيدي خلقها، ما في مين يونسها. وهيبة يا مختار، ابو فارس ما بينترك هيك. هالإنسان من حكيه من هيئته مبين إنه جن. عم تقولي أم محمد أول ما إجا كان بلا وعي، هيئته مهرقلي، صحنته مبهدلي، عيونه زايغة، وضعه مو طبيعي. يا جماعة شو بيطلع بإيدنا نساوي؟ قلولي شيت إنه نحجر عليه، هذا الشيء ما بيجوز. بعدين ولاده شباب،
هن اللي بحق لهم يحجروا عليه، مو نحنا. انت بصفتك مختار ارفع كتاب للمخفر، اشرح له الموضوع، والشرطة بتتصرف ضمن القانون. شو بدي اقول للشرطة؟ في واحد عم يدور يسأل على مرته الميتة تعك مشو؟ طالما ما عم يأذي حدا ولا عم يضر حدا، ما بيحسنوا الشرطة يلقوا القبض عليه؟ إيه طالما عنده أولاد متل ما عم تقول، وينهم مو مبينين؟ أنت بعت عدة مكاتيب لما ماتت أمهن، والحكاية صار لها شهر ونص، ليش ما شرفوه؟ يا أبو العبد، الغايب عذره معه، ما بتعرف شو ظروفه، يمكن ما وصلتهم المكاتيب، بس آخرتها إلا ما يرجعوا لأرضهن وبيتهن ويسألوا عن أبوهن وأمهن ورزقهن. أنا برأيي يا مختار هالمرة تبعتوا لهم برقية، ما تبعتوا لهم مكاتيب. البرقية وصولها مضمون وأسرع، كلمتين ولا تغطاهم، أبكم ماتت أبوكم جن، بيجوا الكيد حتماً، حتماً بيجوا الكيد لحتى يتقاسموا الرزقة، وبعدين بيرجعوا لأشغالهم، واللي معه يتفضل يشتري. صلوا على النبي يا جماعة، الرجال ما في شيء، لسعته بصحته، أنا بعرفه قوي وما اشتكى من شيء، صحته عليه مثل الحديد ما شاء الله. يا مختار يا مختار، الصحة ما لها علاقة بالعقل، الرجال جن ضروري يتكرسه. أعوذ بالله منكم يا جماعة، أعوذ بالله. خلاص طمنوا، بكرة ببعت برقيات لأولاده، عناوينهم عندي، وإلا ما يجوا بسرعة وقت يعرفوا بيلي عم يصير. إيه إيه هذا كلام بينسمع يا مختار، يا الله يجزيك الخير يا مختار. اسمع لنا يا مختار، نقوم نروح لبيوتنا، تمسينا كثير. اي والله قولتك، الله يثبت علينا العقل ودي، ويا منا بديارنا. يلا السلام عليكم. مهونه يلا تصبحوا على خير. وانت بخير، مع السلامه. خير جميل. ان شاء الله بيصير خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. مهونه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. وانت بخير. وانت بخير. مع السلامه. هلق شو صار معكم عند المختار؟ وجدتوا حل هالقضية؟ الحقيقة ما حدا بيقدر يسويش. شو بده يسوي المختار يعني؟ يربطه بالحبل مشان ما يدور على مرته الميتة. لكن بيتركوه داير بالبراري، عم يدقدق على بيوت الناس ويسأل عن وهيبة كأنها عايشة بين العالم. شو يعني؟ يكم شو يحطوه بالسجن لأنه مو مصدق إنه مرته ميتة؟ لا أسفي عليك يا أبو فارس، ما كان الأمل يصير فيه هيك بعد الراحة اللي عاشة مع وهيبي. الله يرحمك يا وهيبي. وليش أكل همه بقى كل هالقد؟ أولاده الشباب مو مهتمين في قده. وليش ما أجوا لهلق؟ يعني ما حدا بعت وراهم؟ عم بيقول المختار إنه بعت له مكاتيب ما وصلت، هلق بده يبعت له برقيات، كل واحد برقية لمحل شغله. قول فارس بالكويت عم يدرس هو ومرته، الله ييسر له. بس خالد، خالد بالطبقة، موظف بالطبقة يعني بالبلد. وهالبنت، هالبنت هي وجوزها الكوميسيونجي، يا ترى وين صفيانة؟ بطرطوس ولا باللاصقي؟ هلق لا شو هاللعي اللي بلا طعمي؟ قلنا لك بده يبعث لهم برقيات، متى ما وصلتهم البرقيات بيجوا الكيد مشان يتقاسموا الورثة. خلينا ناكلنا شقوفة بطيخ. يلا قال شو الشرطة ما بحق لها القبض عليه لأنه ما عم يأذي حدا. شي حلو يعني، بدهم هالإنسان يقتل قتيل ولا يحرق بيت بالضيعة حتى يقتنعوا إنه مجنون يكب. شو حكي المختار مزبوط، شو عمل لتكمشوا الشرطة يتركوه بهمه؟ الله يكون بعونه، أولاده غايبين وأمه ماتت وهو صفيان لحاله، لا أنيس ولا جليس. لكن يلي بيفرط بأرضه وبأولاده وما بيعمل حساب للمستقبل، هيك بيصير فيه. ليش شو الغلط يلي سواه؟ درس أولاده وعلمهم، ليكم ما شاء الله كلهم عم بيشتغلوا بالمدينة وعايشين وما لهم بحاجة لحدا. ما كان أحسن لهم لو بقيوا بأرضهم واشتغلوا فيها وحافوا أمهم وأبوهم وكرموهم بكبرتهم؟ صحيح أهملوا أرضهم بس ما نسيوا أهلهم، كل فترة وفترة كانوا عم يبعثوا لهم مصاري وكانوا عايشين منيح لقبل ما تموت وهيبة.
طيب هالشي هذا برأيك يعني كافي؟ والله ما بذكر طلبوا من حدا رغيف خبز، كل شي عندهم، بس أبو فارس الله يشفيه تأثر على موته وما حسن على فراقه. تتذكر يوميته شلون كان شارد؟ ومن وقتها قلت الله يعينه هالرجال. وهيك تبهدل بين الناس وصار مسخرة لأولاد صغار بالضيعة. خاف الله يا رجال، غمي وبتزول إن شاء الله. رجال كبير وحزنان على مرته يلي بيحبها. عجيبة يعني، يا هل ترى في مثله كتير بهالدنيا؟ يا ما في مجانين بيعشقوا بروج بروج مثل الحمام. بتعرفي المثل اللي قال طار عقله من برجه؟ هذا هو، هذا هو الطريق اللي بده يوصلني لعنده. جوعان يا وهيبي، جاي على بالي المجدرة من ايديكي. كتير بحب المجدرة انا، صار لك زمان ما طبختيلي. مين بده يطبخ لي اذا انت ما طبختيلي؟ وهيبي انا جوعان جوعان وتعبان. ابن عمي ان شاء الله بخير، شو اخبارك؟ ايش هو الصدفه الحلوه هي؟ يا اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. شلونك انت؟ لا تؤاخذني بس بدي اياك شوي اذا سمحت. اي ولو معلش، تفضل تفضل. لا تؤاخذونا يا جماعه، راجعكم انا راجعكم. لا تطول علينا. صدقني انت ابن حلال، امبارح لسه كنت عم فكر فيك وعم اقول لحالي كيف بدي الاقي خالد واتفاهم معه قبل ما نروح. خبروك شيء؟ دريت شو صار؟ طبعا. لكن ليش بدي اياك؟ الله يرحم حماتي والعمر لك ولاخواتك ان شاء الله. صور لمبارح لو وصلتني البرقيه، كل شيء عم يصلنا متاخر هالايام. بس انا يا صهري مشان هيك اجيت لعندك، بعدين قلت لحالي بشوف اختي والاولاد والله اشتقت لهم. صدقني انت رجال جدع وابن اصول. الله يرحم حماتي ويشفي لنا عمي بجاه الرسول يا رب. الحقيقه يا صهري انا ما بدي اعطلك، شوف شغلك وانا بنتظرك. ما بتعطلني؟ لحظه وبخلص. يا سليم تعا عمي تعا، بس لوقع الوراق اللي بين ايدي وبسلم البضاعة على صاحبها وبكون عندك. انت انتظرني شوي وانا بجيك. نعم علي. تعا عمي سليم تعا، خدي الاستاذ خالد جربه شي بارد خليه بالريقه، وانا شوي تانية بلحقكم وارجع لهون. لا 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 خليك معه، انا ما بقوي روحي. يلا سيدي تيسروا سيدي تيسروا، الله معكم. يا
يا اهلا وسهلا بابن العم العزيز. يا سليم نط على البيت الله يخليك، خبر مرتي انه اخوها خالد هون، خليها تحضر لنا الغداء ونحن هلا جايين. يلا يعني يلا بسرعه ورجع على الشغل. ها لا تميصونه هون كازوزا بارده اذا ممكن. يا اهلين ابن العم. ما في داعي لهالسئله يا صاحبي، شو جاي اجربكم انا؟ بعدين اللحن نطلع على الضيعه. شو هالحكي يا خالي؟ هلا جاي من الطبقه لهون مشان تروح على الضيعه فورا؟ شو صاير علينا؟ بتنام الليله عنا وبتشوف اختك والولاد، وبكره من الصبح انا وياك نطلع على الضيعه ان شاء الله. ما اشتقت لنا؟ والله اشتقنا لك. الله عليم بالقلوب، بس الدنيا ما عاد خلت حدا فاضي لحدا. صدقني يا صهري عم بشتغل ليل نهار وما عم خلي ساعه اضافيه الا واشتغلها، ويا دوب عم لحق مصروفي واملي شي قرشين على جنب. لا تشكي لي ببكي لك، ومثل ما بيقولوا خلنا مو ملحق بقلنا. الله وكيلك، طول هالنهار معافره مع الموظفين ومع المراجعين، وطول الليل على دق بيانات وتحضير وصولات، وعم ارجع على البيت تلفان، ويا ريتو بيتي. عم ادفع اجرته اخر كل شهر من عيوني واعصابي، والمشكله انه ما في خميره الواحد يشتري فيها بيت يقوي حاله واولاده بهالبيت. حاكم الانسان قوي قوي، ضعيف ضعيف. يا سيدي الله كريم، ما في شيء بضل على حاله الا ما تفرج. شوف ساعه الغفله، مين كان يقول انه بوقت واحد حماتي الله يرحمها تتوفى، وعمي الله يطول لنا بعمره ويمد فيه، يوقع هالوقعه. صدقني اذا صار لي شيء على غفله ووقعت، هالمره والولاد ليت يتموا من بعدي، وما يلاقوا حدا يفوت عليهم لقمه خبز. وكل الله يا صهري، الله يخلي لك اياه هون ويديمك فوق راسي. وانت قليله شغلتك، طول النهار بالشموس والغبار والعفار، مو لازم يكون عندك هلا مكتب تعهدات طويل عريض وانت قاعد ورا المكتب وعم تحل امورك بالتليفون. شغله خزات العين بتفهم فيها، ولساعتك شاب اول شبابك. اذا من هلا ما كونت حالك، ايمت بدك تتجوز وايمت بدك تاسس؟ الحياه ما بترحم يا ابن العم. مزبوط، طول عمري عم بحلم يكون عندي مكتب مقاولات وتعهدات، بس قربت الا ما تفرج. الله كريم. لا اله الا الله عز وجل بيقول ادعوني استجب لكم، ما بيخلي نفس بضيقه الا ما تفرج. بصراحه انا مشان هيك اجيت لعندك يا صهري، قلت لحالي بقعد معك ونتفق وبنوصل لقرارات نهائيه بالموضوع قبل ما نروح على الضيعه وياخذونا بالمحايه. معك عمي ابو فارس، شد لي حيلك. حول الله حول الله. قل لي دكتور اذا في ضروره مننزله فورا على العاصمه. لا هلا ما في داعي، الواضح انها ضربه شمس وارهاق، ومبين انه مو اكل له فتره طويله. انا عملت له ابره مهدئه وعلقت له السيروم، بس بصراحه حالته النفسيه منهاره تماما. شو يعني دكتور؟ قلنا بصراحه، كل مين شافه بالفتره الاخيره عم يقول عقله مو سليم وتصرفاته مو طبيعيه. شو هالحكي يا مختار؟ يعني ابي جانن مضوع؟ احكوا لي بصراحه ارجوكم. والله يا ابني شروده بالبراري وهيئته يلي صار عليها وحكيه المخربط بدلوا على هالشي. هيك لكان الحقيقة. نحن خفنا عليه من أولها، من وقت ما توفت الوالدة الله يرحمها. أنا بعثت لكم مكاتيب أنت وإخواتك، بس ما حدا منكم بيّن. أنا الحقيقة بالفترة الأخيرة ما استلمت إلا برقيتك، مشان هيك أخذت مأزونية وإجيت بسرعة، وزوجتي إن شاء الله بعد 15 يوم تلحقني. الله يعطيك العافية، بس يا فارس أبوك رجال كبير ووحداني، يعني ما بينترك لحاله. ليكو لولا أولاد الحلال ما كنا لحقناه، وسبحان الله أنت إجيت بالوقت المناسب. طيب وإخواتي؟ أخي خالد ما صار له خبر؟ أختي وصهري ما عندهم علم؟ حتما وصلتهم البرقيات ولازم يكونوا على الطريق هلق. إن شاء الله إن شاء الله نتأمل خير. بس يا مختار وضع أبو فارس مشوش، ومثل ما قال سيد فارس لازم تنزل على العاصمة على شي مشفى، هنيك في عناية طبية مستمرة. إذا كان هيك الموضوع مننزله هلا؟ لا مثل ما قلت لك هلا ما في داعي، بكرة وإن شاء الله من هون لبكرة بتكون حالته الجسدية صارت أحسن وبتقدروا بتنزلوا. وبيكونوا إخواتك وصلوا، بتصير الشغلة قدام عيون الجميع أحسن. تكلنا على الله، عسى خير إن شاء الله. يلا خاطرك. مع السلامة. خاطرك يا فارس. مع السلامة يا مختار، مع السلامة.
سلامتك يا بي. كيف حاسس حالك هلا؟ ان شاء الله احسن. ايه احسن احسن، انا منيح بس ضايع خلقي لحالي. اشتقت لوهي. وحياة عينك يا بي، ما عاد اتركك ابدا. وبعد كم يوم زوجتي جاية وراح نسكن هون معك بالبيت. منيح هيك؟ وهي اللي سبقتني. أنا وعدت فرجيها كل شيء مثل ما كان. البيت والأرض. وعدت ألحقها. هي عم تستناني. بعد عمر طويل يا أبي. ولا يهمك. أنا برجع لك كل شيء مثل ما كان. أنا وإخواتي ما عاد نتركك أبدا. ما بتقدر تعيش مع غيري. أنا كمان ما بقدر أعيش مع غيري. هي عم تستناني. بيي بيي ارتاح ونم لك شوي. نحن بكره لازم نروح على الشام. ارتاح ارتاح يا بيي. لا تطفي الضوء. هي جاي عندي بدها تطمن علي، بدها تاخذني تدلني وين ساكنه. سمي بالله يا بي، سمي بالله ونام. ريح اعصابك. سمي بالله والصباح رباح. نعم بينا. أنا بانتظارك يا أبو فارس. إذا ما أجيت هالمرة لعندي ما عدت تشوفني أبدا أبدا أبدا. أنا ما بسمح لحدا يتصرف بشبر واحد من الأرض طالما أبي لساته عايش. أعوذ بالله، ما حدا قال هيك شيء. بس هذا ما بيمنع أنه من حق كل واحد يفكر بتحسين معيشته وتغيير وضعه. أنا مالي ضد هالشيء، وهذا حق طبيعي. بس ما حدا بحق له يبيع شبر واحد من الأرض وأبي لساته موجود. بس هذا حق شرعي وطبيعي لكل واحد منا يا فارس. أنا مثلا ما عندي رغبة أسكن بالضيعة وأشتغل بالأرض والزراعة. مفتوحة قدامي مجالات تانية بحسن فيها وضعي وبخدم بلدي. مزبوط، ما حدا عم ينكر عليك هالشي يا خالي. بس طالما الوالد على قيد الحياة ما في حدا بحق له يطالب بإرثه ويتصرف فيه، لأنه قانونا حق التصرف والانتفاع بإيد الملك الأصلي. نحن أولاده ورثته يا علي. بعدين هي أختي يا فارس، مرة متزوجة وعندها أولاد وساكنة بالإجرة، حق الطبيعي إنه تشتري بيت قوي في أولادها. وين الغلط بالموضوع؟ أنا ما عم أقول إنه هذا غير جائز يا خالد، فهمني. اللي بقصده إنه ما بصير نتصرف كأنه أبونا مات ونبيع رزقه على حياة عينه بعد عمر طويل. شو هالحكي يا جماعة؟ الله يطولنا بعمره ويشفي لنا إياه. هذا كبير العيلة وبركتنا، مين إلكم غيره؟ يعني بعد من المؤاخذة ما عاد في حدا. ما عاد بكفي إنه حماتي الله يرحمها ماتت وما حدا ودع ولا شافها. رحمة الله عليك يا حماتي يا أم فارس. واجبنا منقوم فيه كل ممنونية يا علي، ومنأمل له عيشة مريحة بكبرته وعناية كاملة. في مستشفيات، في مأوى عجزة، في مصحات نفسية. بس شيت إنه نحن نبقى بالضيعة ونعتني فيه ما بيطلع بإيدنا. يا ريت مرتي فاضية وما عندها هالولاد الصغار، كنت جبتها براسي وحطيتها عنده لتخدمه. أو أخذته لعنا على البيت. بس بيتنا صغير، غرفتين ومنافعون، نحن ما عم نحسن نحوص فيه. وفوق كل هاد صاحبه صعب كتير. تصوروا، ما خلاني حط أرمع على البلكون مشان يعرفوا المراجعين انه هون ساكن
المخلص الجمركي على الشاطئ. قال شو؟ روح حطها على مكتبك، بنايتي محل سكن، ما أنا مكان أعمال. صعب كتير، الله يشفينا. شوفوا يا جماعة، أنا راح أقولكم بصراحة، أنا وعدت أبي إنه أعتني بهالأرض وبهالبيت. زوجتي بعد كم يوم جاي، وهي آخر سنة منسافر على الخليج ومندرس إعارة، ومقررين إنه نسكن هون وندرس بمدرسة الضيعة. هذا البيت بيت أبونا، يعني بيت للعائلة كلها، فاللي حبوا يجي يسكن معنا فيه أهلا وسهلا، واللي فيه بذهنه مشاريع تانية بيقدر ببساطة يتخلى عن حصته، وأنا مستعد أدفع له حقه كاش. يسلم هالتم، هذا هو الكلام المزبوط. ما بدنا غربة يدخلوا بيناتنا، ولا مزودات ولا مبيعات جبرية، بالتفاهم. أهل الخبرة بيقيموا كل شيء، وكل واحد بياخد نصيبه بدون لا مشاكل ولا اختلاف لا سمح الله. أنا ما عندي مانع، بس يا فارس أنا بدي حق حصتي لأشتري فيه مكتب مقاولات وتعهدات. هوي صهري بالنيابة عن زوجته بياخد حق حصتها وبيشتري لها فيهم بيت. أعوذ بالله، ما باخد ولا قرش أنا. هي موجودة وأنتوا إخواتها، خدوا رأيها واشتروا لها بيت واكتبوا باسمها كمان. صارت الدنيا ضحوة. شو بابا لساته نايم ولا فاق؟ قوم لنلبسه وننزله على الشام ونورجي له شي دكتور شاطر يقلنا شو صاير معه. Thank you.
وردة؟ في شيء؟ أنا خايفة. طول ما أنا معك لا تهتم، امشي معي تعي. أخي نزهير؟ أيوة. الشام حلوة مو؟ بس تخوف. فكرك اللي عملناه صح؟ شو كان بدك ياني شوفك عم تندفني بالحياة واسكت؟ ليش قريت؟ ليش تعلمت؟ عشان اشوف الغلط واسكت عليه؟ شو ممكن يعمل ابوك هلا؟ رح يزعل ويعصب مثل عادته، بس بالاخير الصح هو اللي رح يمشي. شو؟ شايفك سكتتي؟ تعبت، وانا هي الجريدة؟ امشي تنسى امشي. ليك الجريدة، استني هون. وين يا ابني؟ صباح الخير. صباح الخير. نعم بدي شوف السدينة اذا ممكن. والله سدينة يمكن نزلي، بس دقيقة لأسألك. الو مرحبا، سدينة عندكم؟ طيب ماشي. هون اخي دخلك انت بتجي؟ اي ما له وقت محدد. طيب فينا نستناها؟ على راحتها، بس استناها برا بالله. تكرم. لسه ما جبت. شو بدنا نعمل هلا؟ ما في قدامنا غير انه نستناها. انا جعت كثير. طيب رح شوف لي شي محل سندويش، انت لا تحركي من هون، امسكي. لا، لا تتاخر. ان شاء الله. مرحبا، بدي سندويشتين فلافل لو سمحت. طب صار. لا! مشان قابل الست. قالوا لك جاي على بالي اسمع قصة حياتك؟ بس يا سيدي انا مالي علاقة، انا ما بعرفهم حتى اسألون. لا تحكي من دون ما اسألك، ولما بسألك بتجاوب على قد السؤال، فهمت؟ فهمت. اعطيني هويتك لشوف. الظاهر من العجلة نسيتها. شو هاد؟ ما معي هوي. شو هالحكي؟ فتشني اذا بتحب. تعجدب ولا عم تجدب؟ ما معك هوية لك انا. شي حلو؟ عارف حسن؟ نعم سيدي. فوتوا على الحجز. تعالوا سيدي. نزلوا على النظارة. يا سيدي، يا سيدي أنا من هون صدقني، يا سيدي أنا اسمي مزهر. تشرفنا. يا جماعة أختي عم تستناني بالشارع وما لها حدا غيري. يلا يلا. امشي يلا. سبعة نظارة. تعال أنت الثاني. قرب لشوف. أنت شو عم تعملي هون من ساعتين ثلاثة؟ عم بستنى أخي مزهر، راح وما رجع. وما لقيتي غير هالمحل تستني فيه؟ لأنه أنا وياه عم نستنى السدينة. روح شوف. ما اجت السدينة؟ تعي معي لشوف شو آخرتها هالقصة، الحقيني. خط مشهور، اسمعي اطلعي اسألي عنها فوق بالطابق الثالث. وبركي اجى اخي مزهر؟ بقول له انك فوق، خلصيني. طيب والجريدة؟ تفضلي. شكرا. اذا ممكن بدي ست الصحة
تحت يا دينا. فوق. هلا ابو سعيد، يعطيك العافيه. بدي فنجان قهوه الله يخليك. سكر قليل مثل العاده. دقيقه دقيقه فادي، بدك قهوه شيء؟ يا والله هي كمان سكر قليل. عملوا الاثنين الله يخليك. ايه سكر قليل. اهلين. مرحبا. شو بتريدي؟ بدي الست الصحفيه دينا. والله هي مو موجودة هلا. فيني ساعدك انا؟ يعني هي بتشتغل هون اكيد؟ ايه بس هي مو موجودة هلا لانه عندها شغل برات الجريدة. امتى بترجع؟ بستناها. هي عندها محاضرة بعد الظهر، يمكن ما ترجع لهون تنوم. طيب انت شو بدك منها؟ الست الصحفية بتعرفني. هذا شو؟ ايه هذا ستي التحقيق تبع المرأة في الريف بين الحرية والعبودية. ارتاحي ارتاحي. مريم سعيد، شو بتحبي تشربي، شاي ولا قهوة؟ ولا شيء. لا ما بصير. ممنونة ولا شيء. حط لنا كاسة شاي الله يخليك. حاضر. هلا استدينا بتعرفك؟ ايه. وبتعرف انك جاية لهون؟ ما بعرف، بس هي قالت لي انه اجي باي وقت وهي بتساعدني. بشو بدها تساعدك؟ ما في غير اني اشوفها اذا رجعت على البيت ولا لسه. نحن فينا نساعدك شيء؟ الست الصحفية هي اللي بتعرف كل شيء وهي بتقدر تساعدني. طيب خذ الكاسة. حبيبتي عدي شوي هلا وشربي كاسة الشاي تبعي. ما بقدر، بركي تأخرت. بيكون أخي مسهر هلا رجع. تاني راح وما رجع. ما في غير اني اعطيك عنوان بيتها وشوف فيها هنين. بيكون سلامته اخي. ايوه لا ما حدا بيا. يا ربي دخيلك شو صار له. هذه هي المشكله او بالاحرى المعضله التي نعانيها والتي تحتاج الى حل حاسم وسريع وفوري. واستطيع القول من خلال عدد لا يستهان به من الزيارات الميدانيه التي قمت بها في عدد من ارياف قطرنا الحبيب ان المراه للأسف ما تزال ترزح تحت أشكال شتى من التسلط والقهر. ومما أجده جديرا بالذكر أن القمع الذي يمارس على المرأة لا يقتصر فقط بكونه قمعا خارجيا، بل هناك قمع داخلي تمارسه المرأة نفسها على نفسها بشكل لا شعور. طبعا هذا يجعلها تحجم عن اتخاذ قراراتها المصيرية في أغلب الأحيان لظروف أو اعتبارات شتى. وتحضرني هنا إحدى اللقاءات التي قمت بها مع عدد من الفتيات في أرياف قطري.
رفضنا هؤلاء الفتيات في البداية أن يجرين حوارا معي. نعم رفضوا، لخوفهن ورعبهن الشديدين من أهلهن. فيما إذ أسرت إلي إحداهن بمشاعرها ورغباتها، طبعا بعد جهد وبعد أن طمأنتها ووعدتها بأن لا خوف عليها وبأن أنصار المرأة في كل مكان يؤازرونها ويقفون إلى جانبها، أفصحت لي عن رغبتها المشروعة شرعا وقانونا في اختيار شريك حياتها، نعم بمحض إرادتها ودون أي قصر خارجي ودون أن تجبر على القبول بزواج لا رغبة لها فيه سوى أن أهلها يودون ذلك. كانت طيلة الوقت تحدثني بصوت خافت، مخافة من أن يسمعها أحد أو قد يتنصت، فتصوروا أي خوف وأي رعب. وبعدين بقى؟ يا أخي مثل صلوا شيء أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت ما بتعرفي حدا هون؟ ما إلك قرايبين هون؟ لا. والست دينا ما قلتي لي بتعرفك؟ بلا. طيب روحي لعند الست دينا يمكن تلاقي لك حل. الست دينا صحفية ومعروفة وأكيد رح تساعدك، وأنا من ناحيتي رح أخبر زميلي إذا إجا حدا سأل عنك يقول له رحتي لعند الست دينا. منيح هيك؟ بس أنا ما بعرف روح لعنده. معك العنوان؟ إيه ليكو. هاكي أنا رح أوصلك. أبو سعيد قول محلي شوي، عندي مشوار الله يرضى عليك. تعي تعي لا تخافي، الحقيني عمو الحقيني. أكيد هي البناية. تعي عمو تعي. حظك مو منيح يا عمو. يا ربي انا شو بدي اعمل هلا؟ والله ما بعرف، وانا ضروري ارجع على الجريده، ما بقدر اتاخر اكثر من هيك. يكتر خيرك، والله معك. انا حستناها على الدرج لحد ما ترجع. طيب موفق ان شاء الله. واخي مسهر. لا تخافي، اكيد بده يجي، واذا اجا راح ابعث لك اياه لعندك. منيح هيك؟ يلا خافك عمو. مع السلامه. لذا ومما سبق قوله أعود فأناشدكم جميعا بأن نقف صفا واحدا لمساعدة مثل هذه الفتيات من أجل نيل حريتهن وممارسة حقهن في اتخاذ قرارتهن بأنفسهن فيما لا يجاوز طبعا العرف والشرع والقانون. وشكرا لإصغائكم. طبعا باسمي وباسمكم نشكر الصحفية المعروفة دينا التيموري على حديثها الممتع والشيق الذي أثار الكثير من المسائل الجديرة بالنقاش حقا، كما نشكر حضوركم. هذا ولا يفوتني بالطبع أن أذكركم بأن هذه القاعة سوف تستضيف غدا وفي مثل هذا الموعد الكاتبة المعروفة الدكتورة سهى بدر لتحدثنا عن الأدب النسائي، ولا سوف ترافقنا السيدة دينا في إدارة الحوار غدا، فأهلا وسهلا بكم. أهلين رياض. أهلين بما؟ يعني ليش تأخرتي؟ مو بإيدي، الكل بده يناقشني، الكل بده يسألني. طيب هلأ جاهزة؟ إيه، صلحت السيارة؟ هلأ جبتها من الورشة. لكن إذا معنا السيارة يا ريت نروح نتعشى برا، لأنه بصراحة ما لحقت أطبخ. معلوم،
لأنه حضرتك مو فاضيتينا. شبك غياز؟ ليش عم تنقر علي؟ هذا بدال ما تبارك لي وتهنيني حتى ما كلفت خاطرك يعني تحضر مجرد حضور. ولا شو بدي أحضر؟ ما الكلام اللي عم تقوليه بالمحاضرات تبعك عم بسمعه كل يوم منك بالبيت. عفوا ليكون مو عاجبه. شوفي هلا إذا قضينا الوقت عم ناخذ ونعطي بيروح علينا موعد العشاء، بقى الأحسن نعملنا مشوار من هون ليصير الوقت. يلا. مين هاي البنت اللي سلمت عليها بالمطعم؟ هاي مهندسة معنا بالشغل. بعدين يا بنتي ليك مين بدك؟ سدينا. تعرفيني؟ أنا وردة اللي عملتي معها المقابلة بالضيعة. أنا ضيعة؟ معلش يا جماعة تفضلوا لجوا نتفاهم. تفضل. تعي فوتي وردة فوتي. تفضلي. تفضلي يعني تفضلي. سدينا تذكرتيني؟ ايه تذكرتك، بس انت كيف اجيتي لهون؟ اعطوني العنوان من الجريدة. إلك زمان على الدراج؟ من بعد الظهر. معناتها رح جيب لك شغلة تاكليها. لا لا ما بدي شيء، بس كاسة مي الله يخليكي. ايه على عيني. عدي خير. شو القصة؟ لهلأ ما فهمت شيء. يعني ما تذكرتيها؟ بلا، هاي البنت عملت معها مقابلة، المقابلة اللي نشرتها بالريبورتاج تبع المرأة في الريف بين الحرية والعبودية. وشو بدها؟ بدها كاسة مي. غياس تركت شنطتي جوا ولك بتسرق شيء. حرام عليك يا دينا، البنت مبينة كتير مسكينة وبريئة. ايه بس الاحتياط واجب. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. ساعتين. ايه احكي لي وردي. شوفي اهلي قروا الجريده تبع المقابله. ايه وقروا اسمي. ايه قام جن جنونهم. ليه بقى؟ مو انت كتبتي الحكي اللي حكيناه؟ انا حكي هاد؟ انت قلتي لي انك ما حتكتبي كل شيء وخليتيني اقول لك اسم الشاب احمد اللي انا بدي اياه. ايه تذكرت. انت البنت اللي اهلها بدهم يجوزوها لابن عمها وهي بدها واحد ثاني. انت الله يصلحك يا سدينا، مو بس كتبتي كل شيء ونشرتي صورتي بالجريده. ايه وبعدين؟ قال فضحتهم بين الناس ووطيت راسهم بين الرجال، حبسوني بالاوضه لبين ما ينكتب كتابي على ابن عمي، واحمد هرب خاف يقتلوه. اخي مزهير حاول يوقف معي بس اخي الكبير ضربه. منهربنا انا وياه على الشام، جينا لعندك على الجريده، ما رأيناكي، قعدنا نستنى. انا جعت، راح اخي ليجيب لي اكل ما رجع لهلا، ما بعرف وينه، اكيد صار له شيء. لا يا ورده كيف بتهربي؟ مو انت قلتي لي انك حتساعديني اذا اهلي غصبوني على جوازي وشجعتيني لحتى حكيت اللي حكيته؟ مو انت وعدتيني انك توقفي جنبي وقلتي لي انه الزمن تغير وما حدا بيقدر يجبر حدا على شيء ما بده اياه؟ مزبوط انا حكيت هالحكي، بس هذا مو معناته انه بتهربي. بعد ما قروا اهلي الجريده ضربوني وحبسوني، قلت لحالي مالي حدا غيرك. حكيت مع اخي مزهر قال لي ولا يهمك انا بساعدك. انا شو كان ممكن اعمل؟ اعملي شو ما بدك بس مو تهربي. خير شو القصة؟ هالقصة قال قول مصيبة. طيب في حدا بيعرف انك هون غير هذا اخوك شو اسمه؟ مزهر. لا ما حدا بيعرف. تاريه هربانة من عند اهلها. لو ما هربت كانوا كتبوا كتابي اليوم على ابن عمي. طولي بالك على البنت لا تزيدي عليها. عيني انت امتى طلعتي من الضيعة؟ اليوم الصبح الساعة 7:30. طيب وردي انت ما قلتي لاهلك انه ما بدك الشاب اللي بالدنيا؟ قال ما حدا حيرضى يتجوزني بعد ما انكتب اسمي بالجرايد وفضحتهم. انت لك حدا هون بالشام؟ لا واخي ما بعرف اراضيه لهلا.
كان معه أخوه وضيعته. بالنسبة لأخوكي مو مشكلة، أنا لي صديق ضابط بالشرطة، نتصل فيه ونسأل عنه، بكرة إن شاء الله بيجيبوه. شرطة؟ لا تخافي دادا، لا تخافي، انسي الموضوع، وأخوكي إن شاء الله بكرة بيكون قدامك. بس بالنسبة لموضوعك ما نعرفانين شو بدنا نساوي وكيف بدنا نساعدك. ما لا غير ترجع لعند أهله. لا لا والله بيذبحوني. لا تخافي عيني، لا تخافي، أنت مو جيتي لعنا لحتى نساعدك، تأكدي إنه نحن رح نساعدك. خلص ورني، خلص روقي، اهدي. عيني، نحن رح نتركك شوي لبين ما ترتاحي، بس ما تخافي أبداً، تأكدي إنه نحن جنبك على طول. لينا، تعي شوي عاوزك. شو نعمة؟ هلا لا تضوجي. منين إجتني هالورطة؟ والله، أنتي أدرى. شو كنت عارفان بدها تيجي من اخر الدنيا لتوصل لعندي؟ هذا لحتى تعرفي انك لما بتوعدي حدا المفروض تكوني عند وعدك. بس انا ما قلت لها تهرب. صح، انت ما قلتي لها تهرب، بس انت ورطتيها، ورطتيها لما نشرتي صورتها بالجريده، ولما نشرتي كل الكلام اللي قالته، وهذا الشيء هو اللي خلى اهلها يستعجلوا بتزويجها. اياس الله يخليك، مو ناقصني ها؟ حاضر، تفضلي تصرفي هلا. شو؟ شايفتك عم تشلح أوعي؟ هيك شي. وأنا؟ شو أعمل بهالورطة؟ شوفي دينا لا تعصبي، التعصيب ما بيحل المشكلة، خلينا نهدى لنلاقي حل لهالورطة. على فكرة بجوز البنت طالعة من الصبح مو أكل شي. مزبوط مزبوط. إذا كان مزبوط فتفضلي حطي لها شي تأكل. وبعدين؟ بعدين بنفكر شو بدنا نعمل. تفضلي. شو يا وردي؟ أكيد أنت جوعانة. ما بدي شي. ولو أنت قصدتيني، وأنا ما رح أتركك إلا رضيانة ومرتاحة. بس قلي لي وردي، أكيد ما حدا بيعرف أنك جاي لهون؟ لا ما حدا بيعرف. طيب تعي معي على المطبخ تاكلي لك لقمة، وبكرة بيحلها ألف حلال. تعي تعي حبيبي. شوفي وردي، ما تستحي، اعتبريني مثل اختك واعتبري البيت بيتك، وهي الاكل قدامك، ما بدها خجال. يسلم ايديكي. الله يسلمك. لا والله عنك يا سدينا. لا معلش، انت كملي اكلك. خلص شبعت الحمد لله. اكيد. طيب صحتين وهنا، بس انت هلا بدك ترتاحي لانك تعبانه. هاتي انا بجلي. لا والله ما بتمد ايدك عجلي، انا بجلي صحن بعدين بجلي الباقي. بس انت ضيفتنا. معلش خليني انا اجليهم. طيب هي الليفة وهي المعجون. الله يخليكي وردي، الطريقك إذا قدرت يعني مسحي الطاولة. حاضر. ألو. أهلين ريما. أهلين. منيحة أنت، كيفك؟ لا لا ما في شيء. ايه متضايقة هيك شوي؟ اياس ايه منيح ليك قدامي. ايه وصلت وصلت وصلت. انت اللي اعطيتيها العنوان؟ لا 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 تخافي، لا ضاعت ولا شيء. لا بكرة بنحكي. ايه بكرة انا نازلة على الجريدة مشان المقابلة. ايه بشوفك وبحكي. خلص خلص بكرة. اوكي تصبحي على خير. الياس شو رح نعمل؟ انتي بشو عم تفكري؟ والله عم فكر روح على الكرنك وقطع لبكرة. معقول؟ ايه معقول. لكان فكر مسؤولية هرب البنت من بيت اهلها سهلة. شوفي دينا، انت الملامي اولا واخيرا، وبحب سكرك انه انت صح رح تقطعي لها الكرنك
بس انت عمليا عم تقضي عليها. اياس مشان الله ما رح نرجع لنفس الاسطوانه. انت حره، بس على فكره انا ما كنت متوقع ابدا انك ممكن تتنصلي من المسؤوليه بهالبساطه. والله انا زعلان عليها، بس هي ما لازم تزيد الطين بله وتهرب. ماني عارفاني شو صاير لي، احترت. اياس مشان الله لا تزيد عقلبي. مثل ما بدك، بكل الاحوال هي قضيتك اولا واخيرا، اعملي اللي بدك اياه. دقيقة وردي، رح أعطيكي بشكير غير وتنشفيه. نشفي إيديكي. الله يعطيكي العافية. الله يعافيكي. أكلتي منيح؟ أنا مالي جوعانة، أنا خايفة. لا ما تخافي حبيبتي، إلا ما نلاقي حل. طمني. تعي خليني من جنبك. تعالي وردي. أدي. انت قديش عمرك حبيبتي؟ 18 سنة وشهر. معناتها معك هوية شخصية. إلك ليك مزبوط، 18 سنة وشهر تمام. طيب أنا رح خلي الهوية معي مشان ما تضيع منك هون أو هون. معليش يلي بتشوفي، واحتمال اعتاز. على كل حال هلأ رايح أجيب لك مسبلة ومخدي مشان تنامي هون على الكنباية، وبكرة بنشوف شو ممكن نساوي. مثل ما بدك. ماشي. غياث أحلى تكون مأمنة. صباح الخير. صباح النور. إلك زمان فايقة؟ من طلوع الضو. أنت بالعادة بتفطري؟ لا لا ما بدي شي. أكيد؟ إيه ما بفطر. طيب على كل حال البراد موجود إذا بدك شي. أنا رايحة أساوي قهوة، تشربي؟ أنا بساويها. وردي هاي البن وهي السكر. وردي يا ريت تلفي لي بود الطريق. حاضر. شكرا.
خير. شو شايفتك نعسان؟ رح ترجع تنام؟ هيك شي. لا سيدي ما حزرت. ليش؟ بدك مني شي؟ لا ولا شي، بس يعني نطلع من البيت مع بعض رجلي على رجلي. دينا لا يروح تفكيرك لبعيد، بعدين عن جد بزعل منك. مو مشاشي، بس عندي مشوار ضروري بدي اياك توديني قبل ما اروح على الجريمة. وليش حبكة اليوم؟ ما كل يوم تطلعي قبلي، بعدين بتعرفي انا شغلي حر وبطلع امتى ما بدي. لا لا عن جد بدي اياك توصلني حبيبي. اذا بتريد قوم، لا تبارك، قوم قوم قوم. ايه تنشط، قوم. طيب قوم يلا يا رب. شوفي وردي، هلا نحن اثنين رح نطلع من البيت، وعيك تفتحي لحدا بغيابنا، حتى لو ندق الباب، حتى لو تكسر الباب، اعملي حالك مو سمعاني. هذا الحكي مشانك حبيبتي. شو عم قلك وردي؟ الله يرضى عليكي، اوعك تفتحي لحدا منه. طيب مثل ما قلت لك دينا، ما بتفتحي لحدا ابدا، وبكل الاحوال نحن ما رح نتاخر، نحن اثنين رح نرجع سوا. الله يخليك، لا تنسى قصه اخي مزهر، والله قلبي عليه مثل النار. تكرم عينك، ان شاء الله رح لاقي لك اياه باسرع وقت. يلا تعال. وردة نحن بس نطلع هلا قفلي الباب من جوا. ونحن زياده بالاحتياط رح نقفله من برا. ليكن قفل هاي. ايه يلا. هيك بيرتاح بالي. ما بدك يعني يرتاح بالي؟ تفضلي. هلا انت عن جد بدك تقطعي لها وترجعيها؟ لكان بدي اتحمل مسؤوليتها. شوفي دينا، بتعرفي شو معنات انك انت تقطعي لها وترجعيها؟ انا تحملتك كثير، بس اكثر من هيك مستحيل، لانه هذا الشيء معناته انه انت عم تقضي على البنت. لازم تلاقي طريقه. شو اعمل يعني؟ ما بعرف، بس لازم تلاقي طريقه تساعديها فيها. كيف؟ انا حابه اساعدها فعلا، بس كيف؟ ما بعرف. على كل حال انا لازم اقطع لها احتياط، بجوز نحتاج البطاقه، ما بتعرف شو بصير. خليكم هون. نعم يا عم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. خير والله. الصحفية دينا هون. شو قصة الست دينا اليوم؟ نعم ما فهمت عليك. سلامتك، شو بدك منها؟ سلامتك، هي هون ولا مو هون؟ لا لسه ما اجيت. دخلك في شاب وبنت اجوا سألوا عنها شيء؟ هي اللي بيسألوا عنها كتار، شو بدي اتذكر لا اتذكر. حقيقة هي الشغلة صارت امبارح. والله أنا اللي بتذكره بنت لحالة مو بنت وشاب، وأنا بإيدي وصلتها لعندها. بس شو بدك منها؟ لا ما في شيء، سلامتك. هي بتطول لتجي؟ لا هذا وقتها. إيه ماشي الحال، نستناها لتصل لك. استناها برا شوي عمو. إيه شو يا دي؟ ظاهر وردة وأخوها إجوا لهون، بس هذا الزلمة يعرف شغلات وما بده يقلنا إياها. اتركني أنا أفكر لك عدد لسانه. هون وين رايح؟ خليك محلك. شو محسب حالك أنت بالضيعة؟ أنت مش فاهم يا ولد. والله ما بقي في عقل يعني. يعني معقول؟ معقول هذا الولد مفقود يعملها؟ ياخذ أخته ويهرب؟ على ما أشوفه والله لكسر لك إيدي ورجلي. بس
يعني يا بي بدك الصراحة يعني عدم مؤاخذة بهالكلمة، أنت أعطيته وش زيادة عن اللزوم، عم فكر حاله أبو زيد الهلالي. يعني وإذا أخذ بكالوريا؟ إذا أخذ بكالوريا؟ كله شقفت ولد مفعوص. بعدين يعني هالعملة في واحد في عقل براسه بيعمل هيك عملة؟ أنت الثاني عريس الغفلة، ما قلت لك كلمة؟ الحقيقة معك حق. سدينا خير؟ وصلت البنت لعندك؟ ايه وصلت، الله يعطيك العافية. شو بدي قلك؟ خير. في ثلاثة سألوا عنك وباين من شكلهم ولهجتهم انهم بيعرفوا البنت، ليكن عم يستنوك هديك. طيب اذا سألوا عني قلن انه ما اجيت. عدم مؤاخذة مدام، شو قصة هالبنت؟ بعدين مو هي هي سدينا؟ لا مو هي هي، في عندها شغل برات الجريدة، استنوها برا. ماشي الحال، بسيطة. يا بي هذا الموظف عم يكذب، لأنه الصحفية وصلت وهو نكار. أنت متأكد إنه هي بذاتها؟ لكان متأكد منيح، لأنه هي نفسها اللي إجت لعنا على البيت. عم تقولها بتتم المليان يا كلب. طول بالك يا بي، هي انا شو ذنبي؟ ذنبك انك ما حميت ظهري. انا حسبتك انك كبرت وصرت رجال وبتفهم. اخس، شلون بتفوت مره غريبه على البيت؟ يا بي قالت بدها تشرب مي، يعني بقلعها. تكرمت يعني، ما هيك؟ ما بتعرف انه بلوي مكبرتي هي؟ يا بي ما بعرف انه بتشتغل هيك شغله الا بعد ما طلعت من عنا بالبيت. بعدين يا بي شو مفكرني انه بضرب بالمندل؟ ولا كنت عارفان انه هديك الملعونة عاملة عملتها؟ مو هيك؟ انا غلطان شي؟ مين؟ انا غلطان؟ شو بدنا نعمل هلا؟ الحقيقة عمي معك حق. يا بي ما في غير نستناه هو اللي حتى تطلع وبعدين بنعرف شو بدنا نساوي. ريما الله يخليك تناوقي من الشباك، شوفي في حدا واقف تحت. شباكي في شي؟ تناوقي بالاول بعدين بحكي لي. في عالم وناس مثل العادة. لك لا، يعني شوفي في ثلاث أشخاص، واحد سمين وقصير، وواحد سمين وطويل، وواحد نحيف شوي. شوفي ما في حدا بهيك أوصاف. شو القصة؟ صباح الخير يا جماعة. خير؟ شو في؟ ألو ألو غياث، مرحبا. ترك كل شيء من إيدك وتعال هلأ. إيه هلأ لهون على الجريدة. رح يجيني انهيار عصبي، يا بتلحقني يا ما بتلحقني. أهل البنت واقفين تحت وعم ترصدوا لي، شكلهم ما بعرف باين بخوفه. طيب مع السلامة. هاي القصة رح تتعقد أكثر. أنا قصة؟ هاي البنت اللي سويت مع لقاء ايام الريبورتاج تبع المرأة في الريف بين الحرية والعبودية. ايه اهلها قروا اللقاء وشافوا صورتها، عم كبروا القصة وقرروا انه يجوزوها بسرعة. عم اخوها جبل عندي على اساس اني ساعدها واني مهتمة بالموضوع. يعني وقت عملت مع اللقاء انا وعدتها باني وقف جنبها، بس اهلها ما رح يهون عليهم هذا الشيء. ايه وبعدين؟ ولا قبلين. ما كنت متصورة ان المسائل رح تصير يعني جدية لهالدرجة. البنت هلا عندي واهلها تحت سألوا عني، وهيك ناس ما بعرف كيف ممكن يتصرفوا او شو يطلع معهم، ممكن يبلون من بلوي انا ماني قدها. واخوها اللي جابها اختفى فجأة حتى تكمل معي. يعني انت كيف مفكرة تساعدي البنت؟ اي طريقة؟ شو كيف مفكرة؟ هذا الولد غلط لما هرب اخته، وانا ما رح خليها تستمر بهذا الغلط. طبعا قطعت لها بالكرنك ورح رجعها بكره لعند اهلها. ما بصير البنت تجعل عند اهلها هيك بدون ضمانات؟ طبعا. يعني انا ما بعرف، بس على الاقل
انت بترجعي معها، تشوفي اهلها، تحكي معهم، تحاولي تقنعيهم بوجهه نظري، يعني هيك شيء. مش اهلها استاذ، ناس ممكن ينحكى معهم؟ لكان كيف بدك اياها ترجع؟ ما بعرف ما بعرف، المهم اني اتخلص من مسؤوليه هربا عندي. إيه هذا مو حكي بنوب، انتوا عم تحكوا هيك لانكم برات الموضوع، بس لو كنتوا محلي شو كنتوا رح تعملوا؟ يا بي رح اطلع لعندها لفوق. اهدى اهدى، الصبر طيب يا ولد. فعلا عمي معك حق. ريما اذا حدا غريب ليلو ماني هون، ليلو ماتت. الو اهلين. ايه الوراق عندي؟ ايه هلا ببعث لك اياهم. العفو. بكي دينا ما بعرف اخوف لهالدرجة؟ انا ماني خايفة يعني، بس هيك بتوترها. لا تتوتري ولا شيء، هلا بجيب لك فنجان قهوة بتراويه. مرحبا. اهلين استاذ رياض. اهلين رياض، منيح اللي جيت. خير شو صار؟ في حدا واقف تحت؟ ثلاث رجال لساتهم واقفين براس الشارع. ولي شو نعمل؟ هلا هدي حالك. تفضل استاذ غياث ارتاح، التوتر ما راح يجيب نتيجه، المهم هلا نلاقي حل وبطريقه ما تاذى فيها البنت. ريما عفوا يا شباب، لازم انتم تتصلوا بالبنت فورا على البيت وتقولوا لها ما تفتح الباب لاي حدا بنوب. لا لا، من هالناحيه انا يعني اخذ احتياطاتي. تمام. اخذ احتياطاتك غياث، الله يخليك لا تتعالي. قولها يا جماعه، هدوا بالهداوه كل شيء بينحل. انو هداوه؟ المشكله اعقد مما بتتصور. أهل البنت تحت وعيونهم عم تقدح نار، والمدام مو شاطرة لا تحطني بكل ورطة ولا الثانية. خلص غياث تفضل روح على شغلك، أنا غلطت اللي دقيت لك، روح تفضل ارتاح واتركني أنا وإن شاء الله عندي. بكي أهل البنت بخلصوك مني ومن ورطاتي نهائيا، بتقوم ترتاح. بس بقى مو وقت هيك حكي. أستاذ غياث تفضل ارتاح، كل مشكلة إلا ما يلتقى لها حل. أخي غياث، نحن قبل ما تيجي لهون كنا عم نحط كل الاحتمالات اللي ممكن نلجأ لها، بس انا برايي انه اي حل ممكن نلاقيه لازم يراعي شعور البنت، لانه بالاخير الشربه رح توقع براسها. استاذ غياث شو رايك طيب نستشير محامي؟ المحامي بهيك حاله بيوضح لنا الوضع القانوني سواء بالنسبه لدينا او بالنسبه للبنت واهلها. معقول معقول كثير. شو رايك دينا؟ ما بعرف، اللي بتلاقوه مناسب اعمله. انا رح اتصل بحاتم المحامي. لا لا اتصل بسهيل، ممكن تلاقيها. شو شايف فكرة المحامي عجبتك؟ معلوم انت اعملي المشكلة وحطيني انا بوز المدفع. ايه شلون الخط هون؟ على الواحد. الو الاستاذ سهيل اذا سمحت. بالله شو؟ صدقني ما عرفت صوتها. ايه غياث كيفك؟ لا بس كنت عاوزك في موضوع ضروري. ايه مشكلة ومشكلة عويصة كثير. ايه عقدها عقدها كمان. طيب انت اخر غدا ولا شو رايك تتغدى عنا؟ لا تاخر سهيل، الموضوع كثير ضروري. طيب مع السلامة. شو ما سمعتي؟ هلا بيجي لعنا على البيت بنتغدى وبعدين بنناقش الموضوع بنشوف شو بدنا نساوي. يلا تفضلي مدام. شكرا. ريما اذا سمحتي انزلي معي، يعني بتضيع طاسه بيني وبينك. ما استفدتيني الا بهاي؟ لا يعني هو ما رح يصير شيء طبعا، بس يعني زياده بالاحتياط. على كل حال كنت رايحه معكم انا مشان اطمن على البنت. يا جماعه في داعي انا الثاني كمان روح؟ طولوا بالكم، شو بكون القصه ابسط من هيك بكثير، بعدين اذا احتاج الموضوع انا بحكي معهم. تفضل. لا شو تحكي معهم؟ انا احكي معهم. طبعا طبعا فادي، ممكن تنزل معنا بس لنمرق بس. تفضل. دينا تفضلي. لك
لك لك هي هي شيرين لا تحرق ما حد بيعمل شيء بدون اذنها يا بيهلا بتهرب لا لا ما تهرب لك يا بي خليني اروح اضربك كفين على تمها بهر اسنانها بتقلنا وين وردي شو محسب حالك انت بالبلد انت قاعد بالشام يا ولد واذا يعني نسكت لا لا ما بنسكت لكن شو بدنا نعمل نلحقهم من ورا لورا حتى نعرف بنتها وين صفيانه حقيقه عمي معك حق ليكو هيك تاكسي فاضي لحقوا جيبوا جماعه ورانا حتى لو لحقونا ما بيقدروا يعملوا شيء شو ما في قانون يا شرار انا لازم اروح معكم لحتى اشوف القصه شو اخرتها الياس حاول تضيعهم حبيبي ما في فايده رح يضلوا ورانا معناتها رح يطبوا علينا ويمسكونا بالجرم المشهود قولي رح يمسكوا البنت المسكينه بعدين انا برايي ما بيمنع انه يعرفوا البيت لبين ما يوصلوا بنشوف المحامي وبنلاقي حل لا تواخذوني والله كاني ماشي 50 كيلو متر تفضل تفضل وردي شو هسه حالي بدي انظف البيت احسن مالي قاعده الله يعطيك العافيه وردي انت غسلي ورتبي حالك وارجعي لعنا خذي هدول معك تسلمي ورانا على الدعسي يعني واقفين تحت؟ الله يصلحك ليش تأخرت هيك؟ بيكون على الطريق صحيح على فكرة أنا لقيت أخوها لوردي وليش ما قلت لي لهلا؟ شو الفايدة يعني؟ وينه؟ ماسكينه بالمخفر ما معه هوية بس الموضوع بعتقد إنه بسيط منتظر أفضى شوي لروح شوف شو القصة عم تحكوا عن أخي مزهر؟ طمني يا وردي أخوكي مزهر بخير الله يطمنك يا أستاذ ويعطيك على هوا نيتك وردي تعي لك شوفي لي هدول الثلاثة اللي تحت بتعرفيهم لا تخافي طلع عليهم هدنك اللي واقفين هنيك يا ربي دخيلك شو عمل أنا شو سوي هدا أبي واخوه بن عمي جايين يقتلوني بدون يقتلوني مو قلتي جيتي لهون بدون ما تقولي لحدا بلا طيب كيف عرفوا طريقي الله يسامحك يا زهرة منو هاي زهرة؟ أختي الصغيرة هي الوحيدة اللي بتعرف إني هون بالشام بس أنا ما كنت مفكرة إني رح أقول لهم أكيد أخي الكبير ضربها لحتى حكيت معهم هلا بدهم يضربوني إذا ما ذبحوني جيبولي أخي مزهر بدي أخي جيبولي أخي أنا ما هربت أنا مزهر أنا جيت زينة عند الست دينا بدي أخي جيبولي أخي طولي بالك يا ولدي طولي بالك أخوك خلال ساعة بيكون قدامك بس أعطينا فرصة نفكر شو بدنا نساوي دخيلكم خبوني لاقولي حل لا تخلوني وصلولي طولي بالك يا وردة انت هون بالشام مو عكم بالضيعة هون ما حدا ممكن يأذيكي خافي أنا ناسي أشوفهم يا والله ما بتطلع من هالباب هدول ثلاثة وانت رحالك ما بتقدر عليهم شو أنا ناسي الخانون أنا رح أتفاهم معه قلت لك ما بتطلع يعني ما بتطلع بابو لا حدا يتحرك دخيلكم يا ربي الله يخليكم لا تقولوا لهم اني انا هون لا تخلوني يقتلوني هدي حالك وردي انت روحي فوتي على الاوضه وما بتطلعي لناديلك يلا روحي سهيل شو صوتكم سهلة تفتحوا تفضل تفضل الموت تفضل مرحبا فادي اهلين ريما أهلين. اصدقاء دينا بالشغل المحامي سهيل صديقنا اهلين سهيل تفضل اهلا وسهلا تشرفنا ايه سيدي وين الغدا اللي عازميني عليه؟ لحقوني فيه قبل ما اموت من جوع هلا قبل الاكل لحقنا بشي حل قبل ما يموتونا
مين هدول؟ يا سيدي اسمع القصة من الأول. أنا بحكي. وبعدين بدنا نضل رايحين جايين هيك مثل مكوك الحياة؟ ولك يا ابني ما بدنا نعرف بأنو باب بناية فاتوا. الله لا يخليني إذا بخليك يا وردة. وين بده يروحوا يعني؟ وين بدها تروح مني؟ بسيطة يا بي. يا بي شو رأيك ندق على حي الله باب ونسألهم لمين هالسيارة ومين صاحبها ومنقول لهم انه نحن قرايبينا من الضيعة جايين نسأل عنها؟ أكيد رح يدلونا على البيت. إيه معك حق، الحقولي لشوف. الحقيقة فعلا معهم حق. قصة ظريفة. هاد اللي طلع معك؟ نحن جايبينك تلاقي حل ولا تقول قصة ظريفة؟ طولي بالك، في أكثر من حل، وكل حل تترتب عليه مجموعة من النتائج. أول احتمال إنه نرجع البنت لعند أهلها. شو بكون سكتوا؟ إيه بس وردة بهالحالة ممكن تاكل نصيبة. مو مسألة تاكل نصيبة، هذا الاحتمال مرفوض أساسا، لأنه فعلا بتروح فيها وبتكوني أنت سببها. كلام ريما كتير صحيح، هذا الاحتمال مرفوض قولا واحدا. طيب في حل تاني، إنه نتصل بالشرطة ونطلب منهم تدخل. هاد رأيك؟ المشكلة إنه حتى الشرطة ممكن بالأخير يرجعوا البنت لأهلها، يعني يكتفوا بهالإجراء ضمن هالحدود. وبنرجع نفس نتائج الاحتمال الأول، يعني ما بنعرف شو ممكن أهلها يساووا فيها. شو أعمل لك؟ أنتوا سألتوا وردة ليش هربت؟ هربت لحتى ساعدها. تساعديها بشو؟ هون النقطة اللي لازم نركز عليها. يعني إذا كانت هربانة لأنه انتشرت صورتها بالجريدة وأهلها غضبانين عليها، هي حلها سهل ومقدور عليه. بس إذا كانت هربانة لحتى تساعديها بأنه تتزوج الشخص اللي ببالها، هي مسألة تانية. شو يعني؟ اعمل لي عرس بالشيراتون؟ يا سهيل الموضوع لا زواج ولا شيء، بس دينا الله يصلحها غلطت لما نشرت كل الكلام اللي قالته وردي بدون ما تفكر بالنتائج السلبية اللي بدها تنعكس على البنت فيما بعد. وانت بتعرف بهديك المناطق هيك كلام مشكلة كبيرة، حتى في قطع روس. هلا طلع الحق علي بالأخير؟ دينا طولي بالك، يا جماعة خلونا هاديانين لحتى نعرف شو بدنا نعمل. الله يسامحك يا وردي على هالورطة، منين اجتني هالشغلة أنا؟ طولي بالك، كل مشكلة إلا ما يتقال حل. حاسة حالي بكركبي، بعد الظهر عندي محاضرة بالاتحاد النسائي، وجوزي مبوزم وعم يلومني مثل ما لك شايفة، وأهل البنت تحت عم يلاحقوني، لك ما عاد أعرف شي من شي. لحظة. هني ولي ولي يا جماعة، أنا برأيي إنه نتصل بالشرطة. والبنات شو راح يكون مصيرها بهيك حالة؟ يا سيدي بنخلي الشرطة تكتب عليهم تعهد بعدم إيذاء وبيوقعوا عليه هن ثلاثة سوا. وبرأيك هذا بيكفي؟ أنا بعرف وحدة قتلت جوات المخفر وكانوا أهلها عاملين حالهم جايين يزوروها. تتذكروا هي الحادثة؟ يلا ما في حل تاني؟ لا في، بإيدنا إنه نخفف من العواقب اللي ممكن تتعرض لها وردة. شو نسيتوا أخوها مزهر؟ إيه يعني مشو راح يفيدنا مزهر هاد؟ وجوده هون رح يخفف من جريمة البنت بنظر أهلها. هي اجت مع أخوها مو لحالها. أنا اتصلت بالشرطة وشرحت له القصة ورح يجيبوا مزهر معهم. تعال شوف، تعال. يلا يا جماعة تفضلوا الحقوا، تفضلوا. يلا دينا، يلا عيني. لحظة لغير ثيابي. هلا وقتها. لك ما بدك يعني هيك روح على المحاضرة؟ تعالي كمان. صوم شو؟ وانت كمان. انا ما دخلني. صوم. عرفانين هاد شو هاد؟ شو هاد؟
هذا تعهد بانكم ما تاذوا البنت بنوب. يعني اذا صار لها شيء فانتم المسؤولين، وصدقوني اذا صار لها شيء لخليكم تدخوا بالسجن. عم تفهموا؟ ايه حقيقه الحق معك، بس هي بنتنا. شو يعني الواحد ما يحسن يربي بنته هالايام؟ ما حدا قال غير هيك. ربيها، فهمها، بس مو تقتلها، هيك بتصير جريمه، والقانون بهيك حاله ما بيرحم منه. عقوبتكم رح بتكون مضاعفه لانكم وقعتوا على التعهد هذا اللي قدامي. مفهوم؟ ايه مفهوم، حق معك. بعدين البنت انا برايي ما غلطت، كانت هي واخوها بزيارتنا. الواحد يحكي ضميره، البنت مربايه احسن تربيه، واخوها كمان شاب عاقل وفهمان، رجل حقيقي. صحيح، الله يسلم لكم اياهم. بعدين يا عم، يعني ورده مثل هي حرام تنغصب على شيء ما بدها اياه. حتى الشرع والقانون والدين ما بيقولوا هيك. ايه قولوا خير. خير هاتوا هالبنت واخوها لشوف. هلا يا وردي رح ترجعي على البيت، انت وابوكي واخوكي وابن عمك. لا يا سيدي، دخيلك لا. لا تخافي، هن ما رح يعملوا لك شيء، هن وعدوني وانا صدقتهم. لا تخافي، نحن رح نحميكي. يا جماعه، اللي فات مات ونحن اولاد اليوم، ورده بتضل بنتكم صغيره والمسامح كريم. يا عم ورده ما غلطت، اجت لعند اختها الكبيره، ولولا خافت منكم ما كانت هربت. الحقيقه كلكم معكم حق. يلا اللي عملناه غلط. ما بعرف شو بدي اقول لك يا مزهر، ما بعرف اذا كنا نحن الغلطانين لانه ما قدرنا نساعدكم، ولا اهلكم الغلطانين لانه ما قدروا ينصفوكم ويفهموكم. ما فهمنا شيء. يمكن كان الغلط انكم تجوا وتطلبوا الحل هون. يمكن مزهر، دير بالك على اختك. يلا يا وردي، روحي مع أهلي. وردي، روحي معهم، ما تخافي. ما تخافي. يا جماعة، يا جماعة، الدنيا تغيرت وتطورت، والمرأة صار إلى رأيها بكل أمور الحياة. يعني ما بصير نحنا نقرر عنا كل أمور حياتها، نعيشها على كيفنا، نجوزها على كيفنا، لأنه المرأة عبارة عن بني آدم، إنسان، ومن الطبيعي. دينا، هلا مو وقته، خلينا نمشي. والآن أيتها الأخوات، أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقدم الصحفية المشهورة دينا التيموري، التي ستشارك هذا اليوم في إدارة النقاش وفي محاورة الكاتبة الدكتورة سهى بدر.